السلام عليكم. أنزل الله تعالى أنبياءه علينا ليعلمنا شريعته في هذه الدنيا، فعلموا الناس أن يفرقوا بين الحلال والحرام، ووعد الله من يفعل الصالحات بالثواب ومن يفعل المنكرات بالعقاب في الدنيا والآخرة. ولكن للأسف فإن الإنسان يعصي الله تعالى ويتجرأ على فعل المنكرات وينسى أن العقاب قريب جدا. وأكثر المعاصي إغراء للرجل هي المرأة بجمالها وحسنها، ولكن من يعتدي على امرأة فإنه دين عليه وسيسترد من نسائه في الدنيا قبل الآخرة، وهذه القصة أكبر دليل على ذلك، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة، تشجيع لنا والضغط على زر الجرس. في إحدى مدن بلاد الشام كان هنالك تاجر غني عرف بين الناس بصلاحه وتقواه وأمانته، وكان صيته دائع بين الناس والتجار بشكل كبير. وكان لدى هذا التاجر ابن وابنة، وقد رباهم على الفضائل والأخلاق والتقوى، ولما كبرت به السن بدأ جسده يضعف ولم يعد قادرا على تحمل مشقة العمل ورعاية تجارته، وكان له الكثير من الأموال والكثير من الالتزامات مع التجار في البلاد الأخرى، فلم يكن أمامه حل إلا أن يسلم ابنه تجارته، فقد كان الابن يذهب مع أبيه إلى السوق ويتعلم منه سر التجارة الناجحة حتى كبر وشاب وأصبح يجيد عمل والده. كان التاجر يشتري من العراق الحبوب والأقمشة ويبيعها في الشام، ويشتري من الشام الزيوت والصابون ويبيعه في العراق. فجلس الرجل مع ابنه وعلمه أسرار التجارة، ثم أخبره بأسماء التجار المعروفين بصدقهم وأمانتهم، ثم أوصاه بمراقبة الله تعالى وعدم الإنجرار وراء ما يرى من شهوات ومغريات في سفره، وقال له: يا بني، والله إني لم أنظر إلى امرأة بالحرام طيلة حياتي، ولم تر امرأة جسدي إلا أمك، فكن مثلي وتوكل على الله. هز الشاب برأسه وقبل يدي أبيه وذهب في سفره ونفذ وصايا أبيه، فذهب إلى أفضل التجار وباعهم بضاعته واشترى منهم حاجته وحقق أرباح كثيرة. وفي آخر يوم له قبل عودته أتته امرأة حسناء شديدة الجمال تريد أن تشتري مما عنده من البضاعة، فسحره جمالها وزين له الشيطان أن يقترب منها ويتلمسها، ولم يستطع المقاومة فأعطاها ما طلبت من بضاعة، وعندما مدت يدها لتعطيه المال أمسك يدها بشهوانية وبدأ يتحسسها ويشدها باتجاهه، فصرخت عليه فانتبه لما يفعل وصحي من شهوته، فتركها وندم على ما فعل وعاد ليستغفر ربه، وتذكر نصيحة أبيه له فاستغفر الله وذهب لينام. في تلك الأثناء كان والده يجلس في المنزل مع ابنته يحدثها في أمور الحياة، فطرق الباب عليهم فجأة، ذهبت الفتاة لتجيب الطارق، فقالت: من هناك؟ قال لها: أنا السقة. ففي الماضي لم تكن المياه تصل إلى البيوت، فكان الناس يضطرون أن يجلبوها من النبع أو من السقة، والذي يعبئ الماء من النبع ثم يدور على البيوت ويبيعه، وكان هذا السقة رجلا صالحا تقيا لم يؤذي أحدا في حياته. ففتحت الفتاة له الباب وأعطته القوارير ليملأها بالماء، فملأها وأعادها لها، وعندما مدت يدها إليه لتعطيه أجره أعمى الشيطان قلبه وثارت الشهوة في جسده، فأمسك بيد الفتاة يتحسسها ويشدها إليه حتى سحبتها بقوة وأغلقت الباب، وعادت تبكي وتحدث أباها بما حصل معها. غضب الأب كثيرا لتلك الحادثة الشنيعة، وعلم أن ابنه قد فعل أمرا ما في سفره، فالسقى كان معروفا بين الناس بأنه رجل صالح، فلما فعل فعلته الآن بعد كل تلك السنين؟ مرت الأيام ووصلت القافلة إلى البلدة، وذهب الشاب إلى أبيه فرحا بنجاحه بتلك الرحلة، ووضع أمامه أرباحه من المال والبضاعة، ولكن المفاجأة أن الوالد لم ينبس بكلمة واحدة، فقال الشاب: ما بالك يا أبي؟ ألم تفرح بتجارتي؟ رد عليه الأب:
هل حدث معك شيء غريب خلال سفرك؟ فرد عليه الابن وقال: كلا يا والدي، كانت كل الأمور كما تشتهي. ثم سأله مرة أخرى: هل اعتديت على أحد؟ فتذكر الشاب قصته مع الفتاة الحسناء وقال له: والله يا أبتي، لقد لعب الشيطان بعقلي وأعمى قلبي. وروى له ما حدث مع الفتاة الحسناء، فغضب الأب لما سمع. فقال له الابن: ولكن يا أبتي، لم يرى أحد تلك الحادثة، فكيف عرفت بما فعلت؟ فروى له الأب ما حدث مع أخته، فضرب الرجل بيده على رأسه وجلس على الأرض يبكي لما حل بأخته بسببه. فقال له الأب: يا بني، دق بدقة، ولو زدت لزاد السقة، أي تحسست الفتاة فتحسس الرجل أختك، ولو أنك تماديت معها وفعلت أكثر من ذلك لكان السقة فعل بأختك أكثر من ذلك أيضا. اللهم احفظ أعراضنا ونساءنا من كل شر، واهد شبابنا إلى الخير والصلاح. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب، دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.